أهلا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي ليندا. بجانب الأمطار يا شاذلي اللي احنا أشرنا إليها الخفيفة الخفيفة بالظبط اللي أشرنا إليها في بداية الحلقة، في نشاط لرياح وفي اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط. اتفضلي قولي لنا التفاصيل. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إنه النهاردة الطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الطقس هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة، هيصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء والشمال الصعيد. النهاردة هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد على فترات متقطعة. كمان هيكون في أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 15 والصغرى بتسجل 7، الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8، مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 7، سيوة العظمى 15 والصغرى 4، بورسعيد العظمى 16 والصغرى 8، دمياط العظمى 15 والصغرى 7، الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 6، والسويس العظمى 16 والصغرى بتسجل 7. هنروح للعريش العظمى فيها 14 والصغرى بتسجل 7، طابا العظمى 16 والصغرى 10، سان كاترين العظمى 10 والصغرى 0، شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 12، الغردقه العظمى فيها كمان 20 والصغرى بتسجل 12، الفيوم العظمى 17 والصغرى 3، بني سويف العظمى كمان 17 والصغرى كمان بتسجل 3، المنيا العظمى 17 والصغرى بتسجل 4. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 17 والصغرى 5، سوهاج العظمى 17 والصغرى 5، قنا العظمى 18 والصغرى 5، الأقصر العظمى 19 والصغرى 6، أسوان العظمى 20 والصغرى 7، الوادي الجديد العظمى 19 والصغرى 6، شلاتين العظمى 24 والصغرى 10، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى بتسجل 11. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكمل بقية فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ريم. بنشكرك يا ريم.